السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الإنجليزية مع رشيدة. إذا تابعوا معي هذا الدرس والذي يتمحور حول comparatives and superlatives. ما معناها comparatives؟ معناها المقارنة، و superlatives معناها الأفضلية. سوف نتعرف كيف نصيغ الصفات، يعني comparatives and superlatives نستعمل فيها إلا الصفات، كيف نصيغ الصفة من صفة عادية إلى صيغة المقارنة، وكذلك كيف نصيغها ب superlatives بالأفضلية. إذا تابعوا معي، فعند مقارنة شيء مع شيء أو شخص مع شخص أو بلد مثلا مع بلد، فنستعمل صيغة المقارنة. لاحظوا عندما يتكون الادجكتيف، الصفة adjective تتكون من one syllable، معناها توجد بها إلا حركة واحدة fast. إذن هذه one syllable، عندها حركة واحدة fast. young كذلك one syllable، إذن fast سريع، و young شاب. فعند تحويلها إلى comparative form، عند صيغة المقارنة، ماذا نفعل؟ نكتب adjective الصفة، نكتبها كما هي fast، ونضيف er في الأخير، تصبح faster than. than دائما نضيفها لأن than هي من. إذن fast سريع، faster than أسرع من، young شاب اسم معناها young معناها شاب، إنسان شاب يعني عكس شيخ. لاحظوا كذلك هنا نكتبها كما هي young ونضيف er كذلك، هذا مثال آخر er، تصبح younger than أكثر شبابا من young younger than. بالنسبة للحالة الثانية كذلك تتكون من one syllable، لاحظوا nice. ماذا نفعل عندما تتكون من one syllable ولكن تنتهي ب e في الأخير، مثل في هاتين الحالتين، لاحظوا تنتهي ب e وهذه كذلك انتهت ب e. ماذا نضع في الأخير؟ نكتب الصفة كما هي adjective مثل ما هو nice nice، ونضيف في الأخير r r. إذن nice جميل، هذا بالنسبة للأشياء، و nice لطيف بالنسبة للأشخاص. nice لطيف، nicer than ألطف من أو أجمل من. أما بالنسبة للحالة الثالثة من adjectives التي تحتوي على one syllable، هي adjective تتكون من consonant short syllable consonant، يعني ثلاث حروف، حرف حركة حرف. لاحظوا big big، hot hot، إذن big كبير، hot حار. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأخذ الحرف الأخير ونضاعفه في عند صياغتها إلى المقارنة. لاحظوا انتهت ب J فنضيف J أخرى ونضع ER مثل بقية الحالات. bigger big bigger big يعني كبير، bigger than أكبر من، hot حار، hotter than أكثر حرارة من. نواصل. أما بالنسبة للحالة الموالية، لاحظوا عندما يكون adjective يتكون من two syllables يعني حركتان وينتهي ب y، لاحظوا هنا happy happy يعني two syllables،
و crazy كذلك هنا two syllables وتنتهي ending in y. إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحذف y، نكتب adjective، نحذف y ونضع مكانها i ونضيف er. هنا كذلك crazy ماذا نفعل؟ نحذف y ونضع مكانها i ونضيف er مثل بقية the adjectives. إذن crazy crazier than، happy سعيد، happier than أكثر سعادة من، crazy مجنون، crazier than أكثر جنونا من. نواصل. إذن قلنا هذا بالنسبة لي short adjectives. أما long adjectives بالنسبة للصفات التي تكون طويلة والتي تكون تتكون من two or more syllables، معناها من حركتين إلى أكثر أو من ثلاث حركات إلى أكثر، فلاحظوا كيف نصيغها. لاحظوا هنا famous مشهور، لاحظوا كيف تتحول، نضيف لها more قبل adjective، قبل الصفة نضع more. لاحظوا famous مشهور، more famous than، famous تبقى كما هي لكن قبلها نضع more، more famous than يعني أكثر شهرة من، مشهور أكثر شهرة من. إذن كل الصفات عند المقارنة التي تتكون من حركتين فأكثر أو من ثلاث حركات فأكثر، فنضع قبل الأدجكتيف نضع more ثم نضع الأدجكتيف ثم then. أكثر شهرة من beautiful كذلك beautiful جميل، لاحظوا نكتب more ثم beautiful ثم then جميل أجمل من، تصبح more beautiful than. نضيف بعض الصفات وكيف نحولها في المقارنة. لاحظوا clear، clear هنا one syllable حركة واحدة، إذن قلنا ماذا نفعل؟ نكتبها ونضع ونضيف er clearer than، إذن clear واضح، clearer than أكثر وضوحا من. dark، dark لاحظوا هنا كذلك one syllable تصبح darker than كذلك one syllable وأضفنا er في الأخير تصبح darker than. فدارك غامق أو مظلم وdarker than أغمق من. لاحظوا هنا كذلك one syllable لكن ينتهي ب e في الأخير، قلنا بأن نترك الـ e ونضع r في الأخير في هذه الحالة. إذن wise، wiser than أضفنا إلا r. simple كذلك كتبناها مثل ما هي وأضفنا r لأنها تنتهي بـ e في الأخير. simple، simpler than. إذن wise معناها حكيم، wiser than أكثر حكمة من، simple بسيط، simpler than أكثر بساطة من. نواصل. أما بالنسبة للصفات التي تتكون كذلك من one syllable من حركة واحدة ولكن حالتها تكون تتكون من consonant vowel consonant، consonant vowel consonant هنا كذلك consonant vowel consonant، حرف حركة حرف. إذن ماذا نفعل؟ نكتبها كما هي، نضاعف الحرف الأخير ونضع er. لاحظوا thin نحيف، thinner than أكثر نحافة من، لاحظوا ضاعفنا الآن. fat تخين أو سمين، fatter than لاحظوا الـ t الأخيرة ضعفناها، fatter than أكثر سمنة من.
أما بالنسبة لهذه الحالة فعندما يكون the adjective يتكون من حركتان مثل هنا busy أو merry، فيتكون من حركتان وفي الأخير يوجد why in the end. إذن ماذا نفعل؟ نحول why إلى I، نحذف why نحولها إلى I ونضيف ER مثل بقية الصفات، تصبح busy تصبح busier than. إذن busy مشغول، busier than أكثر انشغالا من. Mary كذلك نحذف Y ونضع مكانها I ونضع ER. إذن Mary مرح، merrier than أكثر مرحا من. أما بالنسبة لي long adjectives قلنا تتكون من ثلاث حركات إلى فما فوق، two syllables three syllables إلى or more. إذن ماذا نفعل وتسمى long adjective الصفات الطويلة؟ ماذا نفعل؟ قبل أن نكتب adjective نضع قبلها more مثلا هنا creative مبدع، الصفة creative مبدع، فعند تحويلها إلى صيغة المقارنة نضع قبلها more ونكتب creative ونضع than أكثر إبداعا من. popular شعبي أو محبوب من طرف الشعب أو معروف أو مشهور، فماذا نفعل؟ لاحظوا popular هنا يتكون من three syllables، إذن تصبح قلنا نضع قبلها more popular than أكثر شعبية من أو أكثر شهرة من. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. في الفيديو المقبل إن شاء الله سوف أو الجزء الثاني سوف نتطرق إلى تعريف السوبرلاتيف. ملاحظة، هناك irregular adjectives. ما معناها؟ معناها عندما نريد أن نحول الصفة إلى صيغة المقارنة فيتغير تماما، ليس عنده قاعدة مثل ما سبق وأن رأيناها. لاحظوا هذا المثال good جيد، لاحظوا كيف تصبح في صيغة المقارنة، تصبح better than جيد أحسن من، bad سيء، worse than تصبح worse than، عليكم بحفظها كما هي كتابة وقراءة، bad سيء، worse than أسوأ من، little صغير، less than أصغر من، much تصبح more than. في الجزء الثاني من الفيديو المقبل إن شاء الله سوف نتعرف كيف نصيغ these adjectives يعني صفات adjectives صفات إلى superlative، كيف نحولها إلى الأفضلية superlative، كيف تكون القاعدة، وكذلك سوف نتعرف على irregular adjectives في superlative. أتمنى من كل أعماق قلبي أن تكونوا قد فهمتم الدرس. لا تبخلوا علينا باللايك لكي يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ وإلى أكبر عدد ممكن من الذين يريدون التعلم اللغة الإنجليزية، وكذلك لا تبخلوا علينا بالاشتراك إن كنتم لأول مرة تشاهدون الفيديو، وكذلك اتركوا تعليقات تستفسرون فيها على بعض الدروس التي لم تستوعبونها، لأنني حاولت بقدر المستطاع أن أشرح لكم بأبسط طريقة. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.